شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عملنا انستول للبوت ستراب، تمام، وقلنا نخلي بالنا من الفيرجن، تمام. في الفيديو ده هنعمل انستول للفونت اوسم، تمام. عشان نعمل انستول للفونت اوسم هنفتح البروجكت بتاعنا نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. هنروح على البروجكت، كليك يمين، اوبن ان تيرمينال، تمام. هعمل ان في ام انستول. خلي بالكم يا جماعه من الحروف، تعمل ات فورت اف او ار تي، مش فونت، ات فورت اف او ار تي اوسم دبليو اي اس او ام اي، تمام، باك سلاش. هتكتب بقى المره دي فونت اوسم اي دبليو اي اس او ام اي كده، ات فورت اوسم وبعدين فونت اوسم داش فري. هنعمل ايه؟ انتر. بيعمل انستول للفونت اوسم عندك في البروجكت بتاعك. تمام كده ضاف الفونت اوسم. عشان نتاكدهم عملنا المره اللي فاتت، رحنا على النود مديول، تمام، هتلاقي عندك ايه؟ فولدر اسمه اد فورت اوسم، هو ده، اذا انضاف، تمام. نفس الحكايه هنعمل ايه؟ هنعمل امبورت للفايلز بتاعتنا في الايه؟ البروجكت بتاعنا في الانجولار جيسون، تمام. هننزل تحت شويه، تمام، في الستايل، احنا المفروض هنا كنا عاملين الستايل المره اللي فاتت، راح فين؟ تمام يا جماعه، احنا اصلا عندنا هنا ستايلز، عندنا تو ستايلز في البيج دي، فاحنا عاملينها في الستايلز اللي فوق اهي، تمام. فنفس اللي عملناه في البروجكت اللي فات، خدنا الباث بتاعت البوت ستراب، هنروح نجيب الباث بتاع ايه؟ الفونت اوسم. هنعمل نود مديول فونت اوسم بعدين سي اس اس، ونعمل امبورت للفايل اللي هو ايه؟ سي اس اس، تمام. هنكتب هنا الباث، هيبقى نود مديول ات فورت اوسم ات فونت اوسم فري سي اس اس اول دوت مين دوت سي اس اس. لو رحت هتلاقي نفس ايه؟ الباث، تمام. كده احنا عملنا امبورت برضو للفونت اوسم، تمام كده لغايه كده، تمام. نيجي بقى نعمل ايه؟ كالعاده نرفع لفتنا على جيت هاب، جيت اد في سي اس كوميت، هنروح نعمل ايشيو هنسميها انستول بوت لا فونت اوسم ان انجولار، تمام. assign yourself submit new issue، هناخدها كوبي وهنا بيست، ممكن تغير هنا، ممكن يعملوها اد. اهم حاجه في الاخر يكون هاش واس ورقم الايشيو، نعمل هنا كلوزز كوميت اند بوش، كوميت اند بوش. في ايرور هنا قبل ما نعمل بوش، بس في ايرور هنا، نشوف ايه الايرور ده، تمام. هنشيل ديت، هنعمل في سي اس كوميت، تمام. هو اوريدي اخر حاجه كاتبها كنا عاملينها، يعني اد فونت اوسم ان انجولار كلوزز هاش 7 كوميت اند بوش بوش. هنستنى على ما يعمل بوشنج، عمل بوشنج، تمام. وهنا عمل انستول فونت اوسم ان انجولار هاش 7، تمام. اتمنى يا جماعه يكون عمل ايه؟ كلوز ايه؟ الايشيو. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في أي حاجة مش واضحة ممكن توصل معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.